أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بقول بعضهم: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي إليك فكن اللهم شفيعي لديك؟ هذا ما ورد به دليل، لا يدعو إلا بدعاء ثبت بالدليل أو يوافق ما ثبت بالدليل، وهذا الشيء ما توسل بك إليك ما ورد هذا. نعم.